السلام عليكم شباب. ان شاء الله النهارده هنشرح المحاضره الثالثه في الفروت، ودي رابع مره يتم فيها تصوير هذه المحاضره. فيعني هي محاضره نحس وغتتة، بس ان شاء الله يعني تتشرح بسهوله باذن الله. فخلينا نبتدي. احنا هنتكلم عن اربع فروتس النهارده. اول واحد اسمه ايه؟ اسمه الميلك سيستل. ميلك سيستل، طيب يعني ايه سيستل؟ سيستل يعني شوك، او الاسم جه منها بسبب الشوك. ليه؟ لان انا لو جيت بصيت على الفلاور بتاعه الميلك سيستل ده هلاقي البراكتس بتاعته كلها شوك، تمام كده، زي الصبار والتين الشوكي والحاجات دي. فلو جيت بصيت على البراكتس هلاقي البراكتس بتاعتها مشوكه، عشان كده جه الاسم بتاعه اللي هو الميلك سيستل او ثمار حرش في البر. طيب البارت يوز بتاعها هو ايه؟ هو ذا دراي فروتس فريد فروم بابس اوف سيليبام مارينيوم فاميلي استريسي او فاميلي كومبوزيتي. طيب خلينا نبتدي كده من تحت لفوق ونمسك معلومه معلومه ونطلع منها شويه حاجات. اول حاجه الفاميلي ايه؟ هي فاميلي استريسي او فاميلي كومبوزيتي. طيب كنت انا كلمتك قبل كده عن الفاميلي استريسي او الفاميلي كومبوزيتي دي امتى؟ في محاضره الانترودكشن بتاعه الفروت قلت لك ان الاستريسي فاميلي استريسي، وكان اكزامبل عليها وقتها بذور عباد الشمس اللي هو اللب الاسود. قلت لك وقتها كان انديهيسنت ولا كان انديهيسنت؟ قلت لك لا، ده كان تراي سيمبل ترو سيمبل ترو سيمبل دراي انديهيسنت فروت. يعني ايه انديسنت؟ يعني ما بيتفتحش لما بيحصل له رايبن. ليه؟ لان السيت بتاعته ضعيفه او الامبريو اللي جوه ضعيف، فلو خرجته او فتحته مش هيحصل جيرمينيشن، تمام كده. طيب كان نوع الانديسنت كده دي كانت ايه؟ كانت يا ترى بقى ناتس، ولا كانت جرينز، ولا كانت سبسيلا، ولا كانت اكين؟ لا، كان نوعها سبسيلا. ليه نوعها سبسيلا؟ لان هي كانت باي كاربيلاري. يعني انا لو جيت شرحت البتاع ده هلاقيه باي كاربيلاري، وفي نفس الوقت اهم حاجه ان انا هلاقيه ايه بقى؟ انفيرير اوفري. ودي كانت الحاجه اللي بتميز بينه وبين الاكين، ان هو كان انفيرير اوفري. يعني ايه انفيرير اوفري؟ يعني الكيلكس والكورولا كانوا فوقيهم، كان فوق الاوفري بتاعهم، خلاص كده. وان البيريكارب نوت فيوزد ويز تيستا، البيريكارب منفصل عن التيستا. عشان كده انت لما تيجي تقزقز اللب ده هتقدر تطلع السيد من جوه عادي بعيدا عن البيريكارب، تمام. فده الفرق برده بينها وبين الايه؟ بين الاكين. يبقى السبسلة دي كانت عبارة عن ايه؟ عبارة بايكاربيلاري انفيريور اوفري البيريكارب نوت فيوزد ويز ايه؟ ويز تيستا. زي ايه؟ زي الميلك سيستل، زي اللي هو السان فلاور وهكذا. طيب المعلومة اللي بعدها اللي هي السيليبام مارينيوم. السيليبام مارينيوم دي اللي هي الايه؟ اللي هي الجينس والسبيشيز. سيليبام دي جاية منين؟ جاية من اسم المادة الفعالة بتاعتها اللي هي السيليبرين اللي هنقولها دلوقتي. فده جاي من اسم المادة الفعالة. طيب الاسم ده يتحفظ؟ اه يتحفظ قوي قوي قوي. السيليبام دي احفظ السيليبام على الاقل حتى. ليه؟ لان حتى لما كنت وانا بحضر للمحاضره دي وبقرا البحث بتاعه لقيت ان اغلب الابحاث كلها مكتوبه باسم سيليبام، يعني او كل الابحاث اللي قريتها كانت مكتوبه باسم سيليبام، ما لقيتش ميلك سيستل ده خالص. فهو الاسم الاشهر اصلا سيليبام. طيب بعد كده بيقول لك ايه بقى؟ فريد فروم بابس. طيب مش احنا قلنا ان الميلك سيستل ده انديهيسنت سبسلة؟ وقلت لك يعني ايه سبسلة؟ يعني باي كاربيلاري. ها بقى انفيريور اوفري. قلت لك انفيريور اوفري يعني ايه؟ يعني الكيلكس والكورولا كانوا موجودين فوقيهم، يعني الكيلكس ظاهر. طيب لما جيت بصيت على الكيلكس اللي موجود في الفروت دي لقيت ان هو على شكل بابس. هو ايه البابس ده؟ البابس ده كان موجود في الانترودكشن بتاعت الفلاور، هو عباره عن موديفيكيشن حصل للكيلكس بقى على شكل الشعر ده كده او ريش اللي ظاهر قدامك. يعني هو ده كيلكس بس حصل له موديفيكيشن، اتعدل يعني، فبقى على شكل بابس ده، خلاص كده. طيب جميل قوي. والله بقى حضرتك العلماء جم يدرسوا بقى الفروت دي ويشوفوا الاكتف كونستيتوانس بتاعتها ومتوزعه في انهي اماكن اكتر وهكذا. لما جم بقى يدوروا عليها لقوا ان هي مفيش اي اكتف كونستيتوانس موجوده في البابس ده. يعني لقوا كل الاكتف كونستيتوانس متركزه فين؟ متركزه في الفروت نفسها، في البيريكارب، لكن مفيش اي اكتف كونستيتوانس خالص موجوده في البابس. علشان كده قالوا خلاص لما نيجي نستعمل الفروت دي هنشيل البابس اللي موجود فوقيها ده، مش هنحتاجه. طب ليه؟ علشان هو ما فيهوش اكتف كونستيتوانس، عشان ما نزودش كتله على الفاضي لما نيجي نعمله على شكل باودر. علشان كده هو كاتب لك ايه؟ كاتب لك فريد فروم بابس. يعني لما اجي استخدم البارت يوز بتاعها او الجزء اللي انا هستخدمه من الفروت دي هي الفروت كلها ما عدا ايه؟ ما عدا البابس ده مش هستخدمه. ليه؟ علشان هو ما فيهوش اكتف كونستيتوانس، تمام. طيب السينونيمز بتاعته هو الايه؟ احفظ السيليبم بس، هو ده الاسم الوحيد اللي انت تحفظه، طبعا تحفظ الميلك سيستل يعني. طيب الديسكريبشن بتاعها هو عباره عن ايه؟ الكايند بتاعها هو سبسل، خلاص ودي شرحناها، قلنا يعني باي كاربيرلي انفيريور اوفري والبيريكارب نوت فيوزد ويز ايه؟ ويز تيستا. طيب الميجر كونستيتوانس بقى، الميجر اكتف كونستيتوانس بتاعتها. طيب لما جينا بصينا على الاكتف كونستيتوانس الاساسيه اللي موجوده لقينا ماده اسمها السيليمارين. الماده دي اسمها ايه؟ اسمها السيليمارين، وده اللي جه منها اسم الايه؟ السيليبرام اللي انا لسه موليه لك دلوقتي. هو ده جه منها من الاكتف كونستيتوانس اللي هي الايه؟ اللي هي السيليمارين، تمام.
طيب هي السلمارين دي يعني تندرج تحت انهي عيله؟ هل هي مثلا تبع الفولاتان اويلز، تبع الالكالويدز، تبع الفلافونويدز، تبع الجلايكوسايدز، ولا هي تبع انهي عيله؟ لما جيت بصيت على الكيميكال ستراكشر بتاعها لقيت ان هي عباره عن كومباوند او عباره عن كومباينيشن. كومباينيشن بين ايه وايه؟ بين الفلافونويدز وبين عيله اسمها لجنانز. عيله اسمها لجنانز، العيله دي احنا ما اتكلمناش عنها قبل كده خالص، بس هي عيله كبيره زي الفولاتايل اويل والالكالويدز والحاجات دي، يعني هي عيله منفصله. فهو حصل كومبينيشن بين الاثنين، بين الفلافونويدز وبين الايه، بين اللجنانز. خلاص كده، فطلع لي مركب اسمه ايه، اسمه السيليمارين. طيب السيليمارين ده عباره عن ايه؟ عباره عن بوليمر. بوليمر يعني ايه؟ يعني كومباوند كبير تحتيه كميه مونومرز كتيره. لما جيت بصيت على المونومرز بتاعتهم لقيت ان هم السيليبين والايزوسيليبين والسيلي كريستين اند سيلي داينين. طيب نحفظ الحاجات دي؟ ابدا، ولا ليك اي دعوه بيها. انت بس اللي انت هتحفظه ان الاكتف كونستيتوينتس بتاعه الملك سيستل هي عباره عن فلافولجنانز، والاسم الماده نفسها هي السيليمارين. بس هو ده اللي انت هتحفظه، مش هتحفظ اي حاجه ثاني. تمام. طيب تاني حاجة هي الفيكسد اويل، وزي ما قلنا ده بسبب ان هي جواها سيدز، فالتاني في فيكسد اويل عند الامبريو او عند الايدوسبرم. فيها كمان فايتوستيرولز، مش عايزينها. فيها كمان فلافونويدز. طيب لما اجي اقول لك كلمة فلافونويد تترجم على طول في دماغك انتي اوكسيدنت. يبقى لما اجي اقول لك فلافونويدز تقول لي على طول انتي اوكسيدنت، وطالما هي انتي اوكسيدنت يبقى على طول هتبقى انتي كانسر. تاني، يبقى لما اجي اقول لك ان انا عندي ماده او عندي فاكهه او عندي خضره او عندي اي بتنجان جواه فلافونويدز، او عندي ماده فعاله الاستراكشر بتاعها عباره عن فلافونويدز، تفهم على طول ان هي بتشتغل كايه، كانتي اوكسيدنت. وطالما هي انتي اوكسيدنت تبقى هي ايه، تبقى انتي كانسر. يعني السيليمارين ده بيشتغل كانتي اوكسيدنت طبعا، لان هو جواه ايه، جواه فلافونويدز، فهو يشتغل كانتي اوكسيدنت، وده معناه ان هو انتي كانسر. تمام كده. طيب نخش بقى على الميديسينال يوزز. لما نيجي نقرا الميديسينال يوزز غالبا مش هنفهم اي حاجه. ليه؟ احنا هنتكلم عن اورجن جديد ما اتكلمناش عنه تقريبا قبل كده، اللي هو ايه، اللي هو الليفر والبايل او الكبد والعصاره الصفراء، ما اتكلمناش تقريبا عنهم قبل كده. فاللي انا هعمله دلوقتي ان انا هشرح لك الفانكشنز بتاعتهم الاول، لان الفانكشن هتفهمك كويس قوي الامراض، والامراض هتفهمك كويس قوي الميديسينال يوزز. لان انا ما ينفعش اشرح لك حاجه، اشرح لك دواء اقول لك هو بيعالج كذا وكذا وكذا وانت مش فاهم اصلا ايه كذا وكذا وكذا دي. تمام. فخلينا نبتدي نشرح الفانكشنز الاول، وبعد كده نخش على طول على الايه، على على اسمه ايه ده، على الميديسينال يوزز. طيب دلوقتي ده الجي اي تي تراكت. طيب احنا عارفين من الاناتومي ان احنا عندنا الدايجستيف سيستم ده بيبقى عباره عن حاجتين، عن جي اي تي تراكت وعن مجموعه جلاندز جنبه او اكسسوارز جلاندز بتبقى موجوده. الجي اي تي تراكت دي كانت بتبتدي منين؟ كانت بتبتدي من الاورال او من الفم، وبعدها بقى الفيرينكس، وبعد كده الاوزوفيجاس والاستومك والسمول انتستاين او الديودينم والسمول انتستاين واللارج انتستاين، وبعد كده بتنتهي بالايه، بالريكتم والانس. يعني هي بتبتدي بالاورال وتنتهي بالانس. وقلنا بيبقى فيه اكسسوارز جلاندز بتبقى موجوده على الطرفين، زي الايه، زي البنكرياس، زي الليفر، زي الجول بلادر والحاجات دي. احنا دلوقتي هنتكلم عن ايه، عن الليفر وعن الجول بلادر، هنتكلم عن الاثنين دول. طيب خلينا بس الاول نفهم حاجه عن الليفر. اهم فانكشن الليفر اللي احنا كلنا عارفينها من واحنا صغيرين هي ايه، هو ان هو بيعمل ميتابوليزم للليبيدز، يعني هو مسؤول عن هضم الليبيدز، هو اللي بيكسر الليبيدز. طيب هو بيكسر الليبيدز ازاي؟ عن طريق عصاره صفراويه. العصاره الصفراويه دي اسمها ايه؟ اسمها بايل. يبقى الليفر بيعمل ميتابوليزم للليبيدز عن طريق ايه؟ عن طريق البايل او عن طريق العصاره الصفراويه. البايل دي بصنعها ازاي؟ بصنعها جوه الليفر. يبقى السنسز بتاع البايل بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود جوه الليفر. ده السنسز بتاعها، التصنيع نفسه بيبقى موجود جوه الليفر. المكون الاساسي للبايل سبحان الله هو الكوليسترول. يعني شوف سبحان الله، البايل وظيفتها ان هي تدمر الليبيدز او تعمل ميتابوليزم للليبيد والكوليسترول، وهي اصلا تصنيعها عباره عن كوليسترول سبحان الله. فهو بيتم تصنيعها فين؟ في الليفر. يبقى البايل او العصاره الصفراويه بتتصنع فين؟ في الليفر. بعد ما بتتصنع بتروح تتخزن فين؟ في الجول بلادر. يبقى تاني، هي بتتصنع فين؟ في الليفر، وبتتخزن فين؟ في الجول بلادر. تمام كده. طيب دي معلومه انا عايزاك ان انت ايه، تعرفها. طيب خلينا بقى نفهم الميكانيزم بيحصل ازاي. والله حضرتك دلوقتي انت اكلت وجبه، الوجبه دي عباره عن سكريات وجلوكوز ومش عارفه كربوهيدرات وبروتين، وفيها كمان دهون او ليبيدز.
الاكل هيفضل نازل من لحد ما يوصل للاستومك بالمنظر ده. الاستومك هي احنا عارفين ان هي مسؤول عن هضم البروتينز، وبما ان اغلب البروتينز اصلا بيبقى بيز، فبالتالي بيبقى فيه اسيدك اسيد اللي هو HCL علشان يعمل نيوتراليزيشن او يعمل ايونيزيشن للبيز دي ويعادله، وبالتالي اقدر اعمل ابزوربشن. طيب المهم يعني ان بقيه الاكل وبما فيهم الليبيدز هتمشي هنا، هتخش عند فين؟ عند السمول انتستاين. يبقى مين اللي موجود هنا؟ اللي موجود هنا هي عباره عن لارج بارتكلز او بارتكلز كبيره من الايه، من الليبيدز، ما جتش جنبها طول ما انا كنت موجوده في الاستومك. طيب اول ما الليبيدز توصل للسمول انتستاين ايه اللي هيحصل؟ في ريسبتورز، الريسبتورز دي موجوده عند السمول انتستاين. اول ما بتلمس الليبيدز دي بيحصل كونتراكشن للسموث ماسلز اللي موجوده فين؟ اللي موجوده على الجول بلادر اللي انا عاملاها بالاحمر دي، دي اهي دي سموث ماسلز كده موجوده على الجول بلادر. اول ما بيحصل اكتيفيشن للريسبتورز دي بيحصل كونتراكشن للسموث ماسلز اللي موجوده على الجول بلادر دي، فتبتدي تضغط على الجول بلادر وتخليها تعمل سكريشن للبايل للانتستاين، فتقوم البايل دي تكسر الليبيدز للسمول بارتكلز، وكده انا عملت ميتابوليزم للليبيدز. يبقى تاني الليبيدز هتوصل للاستمك مش هيحصل لها اي حاجه، بعد كده هتروح للسمول انتستاين. اول ما هتوصل للسمول انتستاين هتحفز ريسبتورز موجوده، الريسبتورز دي هتسبب كونتراكشن للسموث ماسلز اللي بتحيط بالجول بلادر، هتخليها تفرز البايل، البايل دي اللي تم تصنيعها فين؟ اللي تم تصنيعها في الليفر، وبعد كده اتخزنت في الجول بلادر. هيحصل سكريشن للبايل دي عن طريق ضغط او عن طريق قناه كده، هتفرزها فين؟ في السمول انتستاين. هيحصل ايه؟ هتكسر الليبيدز دي، هتكسرها لايه؟ هتكسرها لسمول بارتكلز، بارتكلز صغننه خالص 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 كده بالمنظر ده، تمام. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي البنكرياس يفرز انزيمز، الانزيمز دي هتكسر بقى البارتكلز الصغيره دي، هتكسرها للمونيمرز بتاعتها، المونيمرز بتاعتها اللي هو ايه؟ اللي هي الفاتي اسيدز والجليسرايدز والحاجات دي، تمام كده. يبقى احنا كده فهمنا اول فانكشن الليفر اللي هي عباره عن ايه، عباره عن ميتابوليزم اوف ايه، اوف ليبيدز، عن طريق ايه؟ عن طريق تصنيع البايل اللي بعد كده هتتخزن للجول بلادر. واول ما الليبيدز توصل للسمول انتستاين هتحفز الريسبتورز اللي موجوده، وبعد كده هيحصل كونتراكشن للسموث ماسلز اللي موجوده على الجول بلادر، وهتفرز في الاخر البايل دي اللي هتيجي تتصب على السمول انتستاين وتكسر للليبيدز اللي هي كانت عباره عن لارج موليكولز، تكسرها للسمول مولكيولز، وبعد كده هيجي الانزيمز من البنكرياس تحولها للمونيمرز ايه بتاعتها. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لو الليفر بتاعي شغال كويس هبقى انا عندي بايل كويسة، او هيبقى عندي عصارة صفروية كويسة، وهيبقى عندي جول بلادر كويسة. يعني انا لو عندي الفانكشنز بتاعت الليفر كويسة هيبقى عندي عصارة صفراوية كويسة لان هي بتتصنع فيها اصلا، والجول بلادر هتبقى وظائفها هي الاخرى كويسة، تمام كده. وبالتالي كمية الليبيدز اللي هتبقى موجودة في الانتستاين هكسرها اول باول، فمش هيبقى عندي عسر هضم، تمام. ما احنا عارفين عسر الهضم ده بيبقى جاي منين؟ لو عسر الهضم ده موجود في الاستومك ده بيبقى بسبب الليك اوف ايه، اوف الاتش سي ال والجاستريك جوس اللي احنا زي شرحناها في الفينل والانايز والحاجات دي، وان الاكل بيبقى محشور جوه. ما هو الاكل مش عارف اهضمه، هضمه منين؟ هضمه منين وهو مش راضي يتهضم؟ ما هو محشور جوه الانتستاين، تمام. فلما الليفر عندي يبقى كويس ووظائفه كويسه هيبقى عندي بايل كويسه، وبالتالي الليبيدز هتتكسر اول باول، وبالتالي هقدر اعالج الايه، اقدر اعالج الديسببسيا لان الليبيدز هتتكسر اول باول، تمام. ادي فانكشن من الفانكشنات اللي هناخدها عن الليفر. الفانكشن الثانيه اللي مهمه جدا جدا جدا، يمكن تقريبا دي اهم فانكشن الليفر وكلنا عارفينها برده، هي الديتوكسيفيكيشن للبلد. الجي اي تي بعد بيوصل له بلد عن طريق الهارت، عن طريق الارتريز، الارتريز اللي هو الاورتيك ارتري بيتفرع لمجموعه ارتريز صغيره وتبتدي توصل للجي اي تي. بعد كده البلد ده كله بيتجمع ويوصل للليفر، خلاص كده البلد اللي وصل للليفر ده عباره عن ايه؟ عباره عن دي اوكسجينيتد، يعني هو ما فيهوش اوكسجين، وفي نفس الوقت توكسيفيكيتد. يعني ايه توكسيفيكيتد؟ يعني مليان توكسنز. طب هي معلش التوكسنز دي جت منين؟ في توكسنز جت من الاكل اللي انت بتاكله، يعني الاكل اللي حضرتك بتاكله ده مثلا هو ده مليان توكسنز، زائد كمان ان بيبقى في اصلا بكتيريا موجوده في الانتستاين والاستومك والحاجات دي. البكتيريا اللي بتتغذى على الاكل ده بتطلع لي الفضلات بتاعتها في صوره جازز وفي صوره حاجات تانية، فمهم ان الحاجات دي كلها مسمومه، فدي برضو بتروح معاك في البلد، تمام. فالبلد اللي بيوصل من الجي اي تي يوصل للليفر عن طريق البورتال فين، البلد ده بيبقى ايه؟ توكسيفيكيتد، مليان توكسنز.
فاللي بيحصل ان الليفر بياخد التوكسينز دي يبتدي ان هو يحولها لمركبات less toxicity او اقل في السمية او ممكن يخليها مش توكسيك اصلا. تمام كده. يبقى دي الفانكشن الثانية للليفر ان هو بيعمل ايه، بيعمل detoxification للبلود. طيب الفانكشن الثالثة واللي هي برضو المهمة جدا، ميتابوليزم اوف دراجز. في ادوية انا باخدها الادوية دي بيحصل لها ميتابوليزم جوه الليفر، وفي ادوية انا باخدها بيحصل لها اكتيفيشن جوه الليفر. يعني في ادوية انا باخدها الـ زي ما تقول ايه الشكل بتاعها او الكيميكال ستراكشر بتاعها بيبقى نون اكتف خلاص كده، اول ما بتدخل جوه الليفر بتتحول تبقى اكتف. يعني وهي داخله هنا كده وهي داخله جوه الليفر تبقى نون اكتف، دخلت جوه الليفر، الليفر بقى هيدب هيصب عليها بقى شويه مكونات وغيره، المهم هيحولها لشكل الايه للصوره الاكتف. زي ايه؟ زي السنابود. فاكر الانسراكينونز لما قلت لك الانسراكينونز لو جيت اخدتها كده اخدتها اورال مش بتبقى نون اكتف، بس اول ما بتوصل لللارج انتستاين بيبقى فيه فلورا بكتيريا بتحولها للصوره الاكتف. هي نفس الفكره بس بدل ما هي في اللارج انتستاين هتبقى موجوده في الليفر. ففي دراجز الدراجز دي بتبقى نون اكتف بتخش الليفر تبقى اكتف، والعكس والعكس في دراجز بتبقى اكتف بتخش الليفر بتبقى ايه نون اكتف. تمام. وفي دراجز بيحصل لها اكسكريشن من الليفر. ايه ده بجد والله؟ اه والله اغلب الدراجز بتحصل لها اكسكريشن من الكدني، يعني بتخرج بره الجسم عن طريق ايه عن طريق الكدني، بس في دراجز بتخرج او بيحصل لها اكسكريشن عن طريق الليفر برضو. يبقى دي تالت فانكشن في الليفر. اول واحده كانت ميتابوليزم اوف ليبيدز، الثانيه ديتوكسيفيكيشن، والثالثه اللي هي الايه اللي هي الاكتيفيشن اوف دراجز او اي حاجه لها علاقه بالايه بالدراجز. طيب كده احنا فهمنا الفانكشن نفسه بتاع الايه بتاع الليفر. طيب الليفر ده حضرتك مش انا قلت لك ان هو بيعمل ديتوكسيفيكيشن؟ جميل. طب ما هي دي حاجه مش سهله. افرض دلوقتي ان انا واحده بتشرب سجاير، يا نهار ازرق، ده انا مش مدخله لك توكسينز يا عم الحاج، ده انا مدخله لك سرطان، ده انا مدخله لك ابو التوكسينات كلها مدخلها لك. افرض ان انا واحده بشرب خمره، الخمره دي كلها توكسينز وبتعمل تليف في الكبد. ما هو برضو الكبد يا جماعه اورجن، يعني برضو مش هيستحمل كل التوكسينز دي ومش هيستحمل كل الحاجات دي. فبيحصل حاجه اسمها ايه، اسمها اوكسيديشن للليفر. اوبا، لا واحده واحده بقى عشان نعرف ندرس الموضوع ده. والله حضرتك في مثل بيقول لك الشيء اللي يزيد عن حده يتقلب ضده. يعني انا عارفه ان الليفر بيعمل ديتوكسيفيكيشن للكومباوندز ماشي، بس التوكسينز دي لو زادت زياده عن اللزوم، ما هو الليفر برده كائن حي، او الليفر برده ما هو عضو حي، مش هيقدر يستحمل التوكسينز دي كلها، فيبتدي ان هو يتضر، هيبتدي ان هو هيتاذي، هيتاذي بالتوكسينز دي، هيتاذي بالسموم دي، هيتاذي بكل البكتيريا دي. ده اقول لك على حاجه كمان، لو انت تخين او عندك اوباسيتي الدهون الزياده عن اللزوم دي هتاثر عليه وهتسبب له تليف كمان. يعني شوف برده حتى الدهون هتاثر عليه، فلازم الكميه تبقى معقوله. فاهم ولا مش فاهم؟ لازم الكميه تبقى معقوله، الكميه تبقى معقوله في التوكسينز والكميه تبقى معقوله في الايه في الليبيد. حلو كده. طيب طب افرض ان انا اكلت شربت سجاير فدخلت توكسينز كتيره، او مثلا عندي ليبز كتير، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل نكروزز لبعض السيلز اللي موجوده جوه اللي موجوده جوه الليفر. يعني ايه السيلز دي؟ اول حاجه اول خطوه بيحصل لها اوكسيديشن بتبوظ. تمام كده. بعد ما بتبوظ بيبتدي يحصل لها نكروزز بتموت. تمام كده. ففي ماده جوه الليفر اسمها جلوتاثيون، الماده اللي اسمها جلوتاثيون وظيفتها ان هي تعمل ريجينريشن للتيشوز دي من تاني. خلاص كده. لو الكلام ده انت ما فهمتوش انا هعيده مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره، بس انا عايزاك تسمعه اول مره بس. يبقى تاني، لو انا اخدت توكسين زياده عن اللزوم ايه اللي هيحصل للليفر؟ اول حاجه السيلز اللي موجوده في الليفر دي هيحصل لها اوكسيديشن، هتبتدي انها تتاكسد. يعني ايه اوكسيديشن؟ مالكش دعوه، احفظها بس كده دلوقتي الاول وهشرحها لك بعدين. بيحصل لها اوكسيديشن بتبوظ، احفظها كده ان هي باظت. لازم اعالجها. هعالجها ازاي؟ هعالجها عن طريق ماده اسمها الجلوتاثيون. الجلوتاثيون دي المفروض انها انتي اوكسيدنت، بتعمل ريجينريشن للسيلز وبتعمل ريجينريشن للتيشوز اللي اتدمرت او حصل لها نكروزس اللي هي ماتت اللي موجوده جوه الايه جوه الليفر. ده معناها ان انا لو زودت ماده الجلوتاثيون دي هزود هعمل امبروفمنت للفانكشن بتاعه الليفر، هحسن الفانكشن بتاعه الليفر. صح ولا مش صح؟ صح. خلاص كده، بس انا عايزاك تسمع الكلمه دي بس كده، مش عايزه منك حاجات تانيه اكتر من كده. طيب خلينا بقى نرجع تاني للميديسينال يوزز. هنبتدي من تحت لفوق. اول ميديسينال يوزز للميلك سيستل او اللي هو الحرشوف البري او للماده الفعاله بتاعته اللي هي السيليبرين. السيليبرين دي بتعمل ايه؟
السليبرين او السيلم اسمها كان اسمها ايه السيلمارين. السيلمارين دي بتعمل ايه؟ بتعمل امبروفمنت للليفر فانكشن. ليه بتعمل او ازاي بتعمل امبروفمنت للليفر فانكشن؟ علشان بتزود السكريشن بتاع الجلوتاثيون اللي انا قلت لك عليها. مش انا قلت لك الجلوتاثيون ده بيعمل ريجينريشن للسيلز اللي باظت، بيعمل ريجينريشن للسيلز والتيشوز اللي حصلها نكروزس او ماتت، بيعمل لها ريجينريشن، فبالتالي بيحسن ايه؟ بيحسن الفانكشن بتاعته. ما هو طلع لي سيلز جديده، طلع لي سيلز حلوه، السيلز دي هتصنع لي بايل اكتر، هتصنع لي عصاره صفراويه اكتر، وهتشتغل احسن واجمل، فبالتالي هيعمل امبروفمنت ايه للليفر فانكشن. بسبب ايه؟ بسبب الماده بتاعه الجلوتاثيون دي. ادي كده اول واحده خلصت. طيب انا ابتديت بالرابعه بس عشان ايه يعني هي تعتبر اسهل واحده. نرجع بقى نبتدي من الاولى. بيعمل تريتمنت للديسبيبسيا والبايلوري سيستم. ليه؟ مش انا قلت لك ان الليفر نفسه هو اللي بيصنع لي البايل؟ صح. طب طالما هو اللي بيصنع لي البايل وانا اديتك ماده، الماده دي بتحسن لي الفانكشن بتاعه الليفر، ده معناها انها هتصنع لي بايل بشكل احسن، والبايل دي هتروح تتخزن في الجول بلادر، وبالتالي هقدر استخدمها بشكل احسن وههضم الدهون اول باول، ده معناها ان انا هقدر اعالج الديسبيبسيا ولا مش هعالج؟ هقدر اعالج الديسبيبسيا طبعا. خلاص كده، فهتبقى تستخدم كتريتمنت ايه للديسبيبسيا. 2 جول بلادر ديس اوردرز. انا قلت لك صحه الليفر بعدها على طول صحه الجول بلادر. يعني لو الجول بلادر لو الليفر صحته كويسه الجول بلادر صحتها كويسه، الليفر صحته وحشه الجول بلادر صحتها وحشه، كانها بالظبط الام والجنين بتاعها. لو الام صحتها حلوه الجنين حلو، الام وحشه الجول بلادر وحش، نفس الفكره. فانا بحسن الليفر يبقى هحسن ايه؟ هحسن الجول بلادر، هقدر اعالجه من الديس اوردرز بتاعته. طيب جميل. بقى اللي بعدها بقى بيستخدم كسبورتيف تريتمنت اوف acute and chronic hepatitis and cirrhosis. طيب السيروسيس ده اللي هو التليف بتاع الكبد. تليف الكبد ده معناها ايه؟ معناها ان انا اخدت توكسينز زياده عن اللزوم، او عندي اوباسيتي، واحده تخينه جدا فعندي دهون زياده عن اللزوم، الدهون دي اتراكمت على الكبد او التوكسينز دي اتراكمت على الكبد، فحصل نكروزز للتيشوز، او حصل ان التيشوز دي بدات انها تتدمر، فهنا بيبتدي يحصل تليف للايه؟ تليف للكبد، ان بين السيلز وبعضها طبعا في نكروزس، في تيشوز كتيره ماتت، فبقى في فراغات كتير بين السيلز، هيبتدي يتحط مكانها فايبرز، فده بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي تليف في الكبد. المشكله بقى في حاجه، ان انا على حد ما قرات، ان انا قريت كتير قوي عن الموضوع ده، عرفت ان هو ملوش علاج. يعني انا عرفت ان السيروزس ده ملوش علاج اصلا، وانا لو جالي سيروزس لازم اشيل الكبد وحد يتبرع لي بيه، وسمعتها من اكتر من دكتور، وسمعتها من اكتر من، يعني قريتها في اكتر من بحث والله، فانا مش عارف ليه الدكتور حطها ان هي بتستخدم في علاجها. انا ما اعرفش بصراحه، بس هي ممكن يكون القصد منها ان هي بتحسن او بتعمل امبروفمنت للليفر فانكشن، فيعني ممكن يعني ايه يعني ها فاهم قصدي يعني ايه؟ مش هتعالج السيروزس بس يعني بتساعد، فاهم قصدي؟ لكن علاجه ملوش علاج، يعني هو السيروزس ده ملوش علاج، تمام كده؟ طيب ايه بقى اكيوت كرونيك هيباتايتس دي؟ طبعا اكيد كلنا سمعنا عن الهيباتايتس. الهيباتايتس ده اللي هو ايه؟ اللي هو فيروس سي. طيب انا هحاول اختصر الموضوع لان الموضوع طبعا كبير يعني، بس انا هحاول اختصر. ادي الفيروسه، الفيروسه اهي موجوده فين؟ دي سيل من الليفر، دي الدوريه الكبيره دي، دي ليفر سيل او هيباتيك سيل او هيباتيك سايت، هيباتوسايت. جه الفيروس، الفيروس ده كائن اهم حاجه عنده ان هو يزرع الدي ان ايه بتاعه جوه السيل، فلما يجي يزرع الدي ان ايه ده هيسيطر على الدي ان ايه الاساسي بتاع السيل وهيخليها لصالحه. يعني ايه الكلام ده؟ عارف لما يجي واحد مسلم طبيعي ما فيهوش اي مشكله خالص، بيحب ربنا ورسوله وبيتبع السنه و وغيره، فجاه جه واحد من داعش بدا يبقى يعلمه التطرف ويقول له على فكره الاسلام ده بيحب القتل ولازم تقتل الكفار ولازم مش عارف ايه وايه 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 وحرام، المهم خلى تفكيره كله متطرف، زرع فيه افكار تطرف، فبوظ عقل المسلم الصحيح ده. اهي نفس الفكره بالملي، الفيروس ده هو ده الداعش، هو ده الشخص الداعشي او الشخص اللي هو ايه المتطرف ده، هيزرع افكاره جوه الشخص المسلم، نفس الفكره، هيزرع الدي ان ايه بتاعه جوه الهيباتوسايت، الدي ان ايه ده او الافكار التطرفيه دي هتبوظ مخ المسلم، فالدي ان ايه بتاع الفيروس ده هيبوظ الدي ان ايه بتاع الايه بتاع الهيباتوسايت. خلاص كده، ده الهيبات ده الهيباتايتس او ده الفيروس سي بمنتهى البساطه يعني. طيب بيحصل ايه بقى؟ شايف الدي ان ايه ده؟ اهو ده الدي ان ايه بتاع الايه؟ بتاع الفيروس، هيبتدي ينزل، يحصل له ايه؟ يحصل له ترانس اسمه ايه؟ كان اسمه ايه يا ربي؟
ترانسليشن او ترانسكريبشن حاجه كده كنا درسناها في ثانويه عامه. انا اصلا ذاكرت الدي ان ايه ليله امتحان ثانويه عامه ده مبدئيا يعني. المهم يعني هيحصلها ترانسكريبشن او مش فاكره اسمها ايه. المهم يعني ان هو ايه خطوه من خطوات الدي ان ايه المهمه جدا. بعد كده هيحصل ار ان ايه برودكشن. بعد كده لما يحصل الار ان ايه برودكشن ده هيتكون لي فيروس جديد. الفيروس الجديد ده جواه دي ان ايه جديد. وبعد كده الدي ان ايه ده هيخرج لبره السل. الدي ان ايه ده هيخرج لبره السل هيروح لسل تانية يصيبها. يعني الفيروس بيدخل يبوظ لي السل دي يخليها لصالحي. يعني الشخص الداعشي ده هيروح للمسلم يخليه داعش زيه وبعد كده يسيبه ويروح لمسلم تاني يخليه داعش هو كمان. هكذا نفس الفكره. الفيروس هيروح للهيباتوسايت هيخليها داعش وبعد كده هيخرج منها يروح يصيب ايه يصيب سل تاني. ده الهيباتايتس. طيب الملك ستايل ده بيعمل ايه؟ الملك سيستل او السليبرين ده او السليمرين ده بيعمل ايه؟ السليمرين بيشتغل بثلاث ميكانيزمات. اول ميكانيزم ان هو هيوقف الدي ان ايه ترانسكريبشن هيوقف، فبالتالي مش هيحصل اصلا تكوين للدي ان ايه. فبالتالي السل دي يعني هتبقى باظت ماشي لان دخل فيها دي ان ايه في الفيروس بس خلاص مش هيقدر ياثر على اي سيل ثاني. الميكانيزم الثاني الار ان ايه برودكشن هيوقفه مش هيصنع ار ان ايه. طيب الخطوه الثالثه انه ماشي هيعدي الدي ان ايه وهيعدي الار ان ايه وتكون لي الفيروس. خلاص في فيروسه جديده اتكونت معاها دي ان ايه جديد المفروض انها تخرج بره السيل دلوقتي وتروح تبوظ سيل ثاني. لا انا همنع بقى خروجها مش هخليها تخرج. فبالتالي هحمي السيلز كلها اللي حوالين السيل المصابه دي منها. خلاص كده ده كده الميكانيزم اللي بستخدمه في علاج الهيباتيتس. خلاص كده يا شباب. طيب نخش بقى على الميكانيزم اوف اكشن. احنا شرحنا ميكانيزمين تمام. اول ميكانيزم شرحناه اللي هو الكولاريتك. ده اللي هو ايه يعني ايه كلمه كولاريتك؟ كولاريتك دي يعني بتعمل امبروفمنت للبايل بتحسن البايل بتحسن السكريشن بتاع البايل بتخلي الليفر يصنع بايل بشكل احسن ويتخزن في الجول بلادر بشكل احسن ويحصل لها سكريشن من البلادر بشكل احسن او من الجول بلادر بشكل احسن. خلاص كده دي كلمه كولاريتك. كولاريتك يعني ايه؟ يعني بيحسن من مستوى البايل. ودي فهمناها قلنا ان هو بيحسن مستوى الليفر اصلا عن طريق الجلوتاثيون فبالتالي البايل بعد كده هتبقى مستوى كويس. واه وحاجه كمان ان هو يعني لا بلاش هتلخبطكم بلاش الحته دي. هو كولاريتك دي كفايه تمام. الحاجه الثانيه اللي هي الايه اللي هي هيباتو بروتكتيف. هيباتو بروتكتيف دي برده فهمناها ان هو بيزود اسمها ايه دي بيزود الجلوتاثيون اللي بيعمل ريجينريشن وبيحسن مستوى السيلز والتيشوز بتاعه الكبد. طيب اهم واحده بقى عندنا اللي هي ايه اللي هي الانتي اوكسيدنت. طب بس هاخد بريك بس عشان فعلا مش قادره اتكلم فثانيه. طب يا شباب نكمل. بصوا احنا وقفنا لحد فين؟ لحد الميكانيزم الثالث للسيليمرين. خلاص كده احنا قلنا ان هي كولاريتك وقلنا ان هي هيباتو بروتكتيف. خلاص كده هنخش بقى على ايه؟ على انتي اوكسيدنت. احنا كلنا كل شويه نسمع ايه انتي اوكسيدنت انتي اوكسيدنت انتي اوكسيدنت ولسه قايل لك من شويه الفلافونويدز دي انتي اوكسيدنت بلا بلا بلا. ايه بقى الانتي اوكسيدنت دي؟ تعالى خد ياض بص ركز معايا. انا عايزاك تركز لي على الايه على السيل دي كده. بص كده ركز معانا دي يعني ايه فري راديكال. ركز معايا دلوقتي انا بيبقى عندي سيلز موجوده جوه جسمي. السيلز دي عندها فري راديكال. يعني ايه فري راديكال؟ يعني unpaired electron في اخر مستوى طاقه عندها تمام. يعني اخر مستوى طاقه عندها هلاقي ان انا عندي unpaired electron. يعني هلاقي عندي الكترون مفرد الكترون لوحده مش هلاقيهم متجوزين مش هلاقي تو الكترونز مع بعض لا هلاقي الكترون لوحده. طب ايه المشكله يعني ايه الفقاقه في كده؟ هقول لك ما هو لما بيبقى فيه الكترون لوحده ده معناها ان هي اكتف ولا ان اكتف؟ ده معناها انها اكتف جدا. يعني الهيليوم ولا الصوديوم يا جدعان؟ الصوديوم طبعا تمام. الصوديوم طبعا ليه؟ لان هو فيه الكترون في الاخر فهو اكتف جدا عايز يفقده. او مثلا الكلور اكتف ولا مش اكتف؟ اكتف جدا لان هو عنده الكترون عايز يكتسبه لان هو عنده الكترون انبيرد في اخر مستوى طاقه عنده. فهو ده الفري راديكال. الفري راديكال ده الراديكال ده عباره عن ايه؟ عباره عن سيل. السيل دي المدار الاخير بتاعها فيها انبيرد الكترون فيها الكترون مفرد. طب ايه المشكله؟ ما انا لسه قايله لك يا ابني ان هي هتبقى ايه كنت هشتم لسه قايله لك ان هي هتبقى اكتف صح ولا مش صح؟ هتبقى اكتف وهي محتاجه طاقه محتاجه ان هي تاخد الكترون عشان تعمل بيرد او عشان تجوز الالكترون بتاعها ده. فهتجيبه منين؟ هتسرقه من اي هيلثي اتوم. يعني هي هتروح لاي هيلثي اتوم او اتوم
عاديه جدا عندها بيرد الكترون ما فيهاش مشكله، هتروح تسرق منها الالكترون ده اهو بالمنظر ده كده، هتروح تسرق منها الالكترون بتاعها وتحطه ايه، وتحطه عندها، فبالتالي الاتوم دي هتبقى ايه، دي كده لوحدها هتبقى فري راديكال خلاص، ودي هتروح لسيلز تانية، السيلز تانية كانت هيلسي وهتخليها فري راديكال وهكذا، وهفضل بقى اعمل فري راديكال فري راديكال فري راديكال فري راديكال، وكل السيلز دي هي عباره عن كانسر سيلز اصلا، لان كلمه كانسر سيل يعني ايه، يعني دي سيل مختلف عن السيلز بتاع الجسم، مش دي السيلز الحقيقيه. بص يا شباب، الكانسر ده افتكروا بالظبط بالظبط التطرف، هو ده الكانسر. الكانسر عباره عن تطرف، عباره عن داعش. داعش ده كان واحد مسلم طبيعي بس حصل له تخلف في دماغه، جاله تطرف في دماغه، تمام؟ هي نفس الفكره، دي كانت سيلز طبيعيه جدا في جسمي بس حصل لها تطرف، فالهيلثي اتومز دي حصل لها تطرف بقت فري راديكال. طب ايه الحل؟ والله الحل ان انا هجيب واحد ابن حلال، الواحد ابن حلال ده هيروح للفري راديكال يديله هو الكترونه من عنده، فهدي هتتحول لايه، دي اللي هتتحول لهيلثي اتوم، وبالتالي هقدر احافظ على كل السيلز اللي عندي. اهو ده بقى الانتي اوكسيدنت اللي انا مصدعاكم بيه، عباره عن ذره غنيه عندها الكترونز كتيره حلوه كده، هتروح تدي الفري راديكال الالكترون بتاعه، او مثلا لو هو عنده الكترون زياده هتروح تاخد منه الالكترون الزياده، فمن قصدي المهم يعني ان هو هتعمل له نيوتراليزيشن، هتخليه ستابلايزد خلاص كده عشان ما تبوظش ايه بقيه السيلز، وبالتالي الانتي اوكسيدنت هيبقى انتي كانسر، لان انا بما ان خلاص شلت الفري راديكال فبالتالي كل الاتومز اللي عندي خلاص بقت هيلثي اتومز عاديه جدا، فبالتالي مش هكون ايه، مش هكون كانسر. فالسيليمارين بيشتغل كانتي اوكسيدنت ليه، لان هو فيه فلافونويدز، واصلا السيليمارين كاكتيف كونستيتوان اصلا هي عباره عن فلافونويدز، ولسه قايله لك ان الفلافونويدز دي هي انتي اوكسيدنت خلاص كده. طيب في بقى حاجه تانية، في ميكانيزم تاني بيعمله السيليمارين الدكتور قالت عليه بس هو مش موجود في السلايد، ان هو بتعمل ايه، في انزيمز، الانزيمز دي موجوده جوه الليفر، الانزيمز دي بتزود الفري راديكال، بتزود الفري راديكال، بتزود السيلز اللي هي تعتبر زي كانسر سيلز بتسويتها، فاللي بيحصل ان السيليمارين ده بيعمل ايه، بيقلل او بيثبط الانزيمز دي، بيقلل او بيثبط، بيعمل انهيليشن او بيعمل انهيبيتيشن قصدي للانزيمز دي، الانزيمز اللي بتعمل ايه، اللي بتزود الفري راديكال، عشان كده هو بيشتغل انتي اوكسيدنت خلاص كده يا شباب. طيب من ناحيه السيفتي هو سيف تمام، يعني مفيش اصلا دراسات كتيره على حسب برضو ما دورت، ما لقيتش ان في دراسه اثبتت ان هو في اي مشاكل تمام. طيب الادفيرس رياكشن بتاعه، لو عندك الرجي، لو عندك حساسيه من عيله استريس ما بتستخدمهاش يعني. طيب الدروج بقى انتراكشن، مش انا لسه قايله لك وانا بشرح لك الفانكشن بتاعه الليفر، قلت لك ان الليفر مسؤول عن ميتابوليزم للدروجز، بيعمل ميتابوليزم كامل للدروجز، وقلت لك ساعات بيعمل اكتيفيشن للدروجز او بيعمل دي اكتيفيشن للدروجز، وقلت لك كمان بيعمل اكسكريشن للدروجز، ده معناه ان الدوز الجرعه بتاعه الدروجز مهمه جدا جدا بالنسبه للليفر، او الليفر صحته هتاثر جدا على الدوز. يعني ايه، افرض ان انا الليفر بتاع مثلا كان بويز، فكان لازم اخد 5 جرام من دواء معين، لازم اخد دي الدوز بتاعته ان انا اخد 5 جرام منه لان الليفر بتاعي بايظ. افرض بقى ان انا خدت سيليمارين، والسيليمارين ده زود لي الجلوتاثيون، فحسن لي الفانكشن بتاعه الليفر، فالليفر بتاعي اتصلح، فبدل جيت اخدت ال 5 جرام بتوع الدوز دول، طب ما انا كده كاني اخدت اوفر دوز، لان انا خلاص انا حسنت الليفر، خليته شغال كويس، فكده انا اخدت اوفر دوز منه، صح ولا مش صح؟ فصحه الليفر لازم ابقى واخده بالي منها من الدوز بتاعتها، لان الليفر لما يبقى سليم هاخد دوز معينه، ولو الليفر بايظ هزود الدوز او هقللها على حسب تاثيره على الدرج ده خلاص كده. كده بالنسبه للدرج ايه انتر اكشن كده. احنا خلصنا شباب الايه الميرك سيستم، هنخش بعد كده على ايه، على زعرور الاوديه تمام. زعرور الاوديه ده يعني من يعني حسب الله ونعم الوكيل، هو حرفيا طلع عيني عشان افهم الميكانيزم بتاعه، في الاخر طلع الميكانيزم بتاعه سهل جدا تمام. بس هي المشكله مش فيه هو، يعني هي المشكله مش في زعرور، هي المشكله في الاكتف كونستيتوانس اللي هي مزعرره اكتر منه، هتشوفوها دلوقتي. المهم يعني ان الفروت الثانيه هي اسمها ايه، هي اسمها زعرور الاوديه، او اسمها هاوثورن ايه، هاوثورن بيريز ايه، يعني ايه زعرور واقسم بالله ما اعرف، ويعني ايه هاوثورن برده ما اعرفش، بس هو اسمه كده تمام. طيب عباره عن ايه بقى البارت يوز ايه، هو ذا درايد فولس فروتس اوف، استر يا رب، كريتيجس مونوجينا، مش هقولها تاني تمام كده، بس هو انت احفظ الاسم ده اللي هو الجينس، احفظ الجينس بس، كريتيجس ده هو ده اللي هتحفظه بس، لان برده نفس الفكره جاي من اسم الماده الفعاله، فاهم حاجه؟ ما تحفظش بقى مونوجينا ولا فيجينا وبلا بلاجينا، ما تحفظش البلاوي السودا دي، انت كفايه عليك قوي الكريتيجس ده ولا اسمه ايه، هو ده اللي هتحفظه تمام كده. طيب انت ما خدتش بالك من حاجه اللي هي الايه، اللي هي الفولس فروت، صح؟ يعني ايه فولس فروت؟ يعني الاوفري اتشارك معايا بورت كمان في الفرتلايزيشن،
اللي هو مين؟ اللي هو الريسبتكل. زي مين؟ زي التفاح. التفاح اصلا الجزء اللي حضرتك بتاكله هو ده اصلا الايه؟ الريسبتكل. حتى سبحان الله انت لو جيت بصيت على عليه اصلا هتلاقيه على فكره والله شبه التفاح قوي، تمام كده. فهو عباره عن ايه؟ عباره عن فولس فروت. يعني ايه؟ يعني الجزء اللي احنا بناكله فيه هو الريسبتكل. فاميلي ايه؟ فاميلي روزيسي. فاميلي روزيسي دي احنا سمعناها مرتين، مره في الريد روز ومره في التفاح، تمام كده. طيب ماشي، الديسكريبشن بتاعه يعني مش مهم يعني خالص. المهم يعني هو في حاجه بس اللي هنقولها شويه، ان هو لونه احمر، تمام. ولونه احمر دي معناه ان هو فيه ايه؟ معناه ان هو فيه انسوسيانين، تمام. وهي دي اصلا الاكتف كونستيتونت بتاعته، تمام. فهنقولها دلوقتي يعني. معلش، حاجه كمان، حاجه كمان، هو ليه ميوسيلوجينس تيست، يعني دي يعني معلومه ملهاش اي ستي لازمه بس قلت اقولها برده. طيب ها، المهم بقى كده بقى نبتدي الشرح بقى اللي بجد. الميجر اكتف كونستيتونت بتاعته انا لسه قايله لك هو لونه ايه؟ لونه احمر. واحنا درسناها في الترم الاول ان الحاجات اللي بيبقى لونها احمر ده معناها ان هي فيها ايه؟ فيها انسوسيانين، تمام. والانسوسيانين ايه؟ انتي اوكسيدنت، نفس الفكره. وطالما هي انتي اوكسيدنت تبقى هي انتي ايه؟ انتي كانسر. اسم الله عليك حبيب ماما، طالما هي انتي اوكسيدنت تبقى انتي كانسر، خلاص كده. بس على فكره في معلومه عايز اقولها، انه مش اي حاجه فيها انسوسيانين لازم يبقى لونها احمر، لان الانسوسيانين دي اصلا هي بي اتش ديبندنت. يعني ايه بي اتش ديبندنت؟ يعني لو هي مثلا الفاكهه دي بيز، الفاكهه دي الوسط بتاعها بيز، اللون بتاعها هيتغير، هيبقى لونها تقريبا جرين او يلو حاجه زي كده، مش فاكره بصراحه. بس المهم ان هو لونها مش هيبقى احمر، فهو مش لازم لونها يبقى احمر. لونها يبقى احمر ده في الوسط لما تبقى اسيد، تمام كده. اهو الدليل على كده اللي هي الايه؟ الفينوليك اسيدز، هو فيها اسيدز عشان كده ظهر اللون الاحمر. لكن افرض مثلا ما كانش فيها اسيدز، كان هيبقى لونها يلو او جرين، مش فاكره بصراحه اللون اللي كنا بناخده. بس المهم ان هي ايه؟ ان هي بي اتش ديبندنت. المهم يعني ان الاكتف كونستيتونس بتاعت زعرور هي ايه؟ هي برو انسوسيانيدين، برو انسوسيانيدين. طيب زي ايه؟ زي حاجه اسمها الكاتيكين او الكاتيتشين، يعني ما اعرفش بتنطق بقى تشي ولا كي، بس انا هنطق بالكاء احسن يعني. كاتيكين اند الايبيكاتيكين اوليجومرز. طيب ايه بقى الكلام ده؟ في عندنا حاجه اسمها الكاتيكين، هو ده، هو ده الصوره اللي قدامك ده، ده الكاتيكين. الكاتيكين ده مونيمر، مونيمر. انا بقى مش بستعمله هو بس، لا ده انا بستعمل البوليمر منه. بستعمل ايه؟ بستعمل بوليمر منه زي الصوره دي، بستعمل كذا واحد منه، مش بستعمل واحد بس لا. يعني الاكتف الشكل الاكتف فورم، ايوه عايز افتكر اسمه، الاكتف فورم بتاعته هي ايه؟ هي البوليمر مش المونيمر. الجزء اللي انا بستخدمه او الجزء الاكتف هو البوليمر مش الايه؟ مش المونيمر. على عكس السنه، السنه كان الجزء الاكتف هو الايه؟ هو المونيمر، مش الايه؟ مش البوليمر. وكمان فيها فلافونويدز، طالما فيها فلافونويدز تبقى ايه يا روح ماما؟ تبقى انتي اوكسيدنت، طالما انتي اوكسيدنت هتبقى ايه؟ تبقى انتي كانسر. طيب جميله، نبدا بقى على الميديسينال يوزز. ماشي، مبدئيا الميديسينال يوزز هنا بتشتغل على ايه؟ هنشتغل على السي بي اس. والسي بي اس ده احنا شرحناه، يعني شرحنا الهارت فيلر الترم اللي فات بالتفصيل تقريبا، يعني اتكلمنا عن تفاصيل كتير قوي. انا بشرح الجوكسين فانا مش هعيده تاني، هعيد بس الحاجات اللي احنا محتاجينها، خلاص كده. بس قبل ما اشرح الميديسينال يوزز انا هعيد بس حته صغننه خالص عن الكونجستيف هارت فيلر، لان انت اكيد هتبقى مش فاكر الدوجوكسين، انت اكيد مش فاكرني انا شخصيا. يعني ايه هو الكونجستيف هارت فيلر؟ الكونجستيف هارت فيلر ده عباره عن ايه؟ ان الاجكشن فراكشن اوف بلاد اقل من 40%. تاني، الاجكشن فراكشن اوف بلاد اقل من 40%. يعني ايه؟ يعني مثلا انا دخلت القلب، دخلت له مثلا 1 لتر، تمام. القلب ده هيضخ كم محترم منه، ممكن يضخه كله او يضخ مثلا 80% منه يعني، وبعد كده والباقي اللي هيبقى هيتضخ في الضخه اللي بعدها. الناس اللي عندها هارت فيلر لا، بيبقوا ايه بقى؟ كميه الدم اللي بتخرج اقل من 40%. يعني انا دخلت مثلا 1 لتر، 300 هم بس اللي هيطلعوا او 400 بس اللي هيطلعوا، 400 مللي، وبقيه اللتر كله هيبقى موجود جوه القلب. يعني ايجكشن فراكشن اقل من كام؟ اقل من 40%. طب ليه ده؟ ممكن يبقى بسبب الهايبرتنشن، لو انا واحد عنده ضغط دم عالي. ازاي؟ مش احنا عارفين ان الدم اللي بيبقى موجود في القلب بيتوزع للجسم كله عن طريق الاورطه، عن طريق الشريان الاورطه، صح ولا مش صح؟ طيب اهو، يعني ركز معايا في الاسهم اللي انا رسمها دي. دلوقتي البلد اهو اللي موجود جوه القلب رايح يتضخ جوه فين؟ جوه الاورطه، والاورطه هيضخه بعد كده للجسم كله. طب افرض اصلا ان انا ضغط الدم عندي عالي، ده معناها ان انا هيبقى عندي هاي بريشر هنا، هلاقي فيه بريشر بيواجهني الناحيه الثانيه بسبب ضغط الدم العالي، عندي كميه دم كتير قوي، ضغط كبير، تمام. فبالتالي مش كل الدم اللي انا هضخه هيطلع، في كم كبير قوي هيرجع تاني في مكانه، صح ولا مش صح؟ وبالتالي الاجكشن فراكشن هتبقى اقل من 40%، وده هيأثر على الفنتريكل، هيأثر على البطين، ولما هيأثر على البطين هيقلل الكونتراكتيفيتي بتاعته، هيخليه ضعيف، مش هيقدر يعمل كونتراكشن قوي.
بس ده كفايه قوي كده ان انت تعرف عن الكونجستيف هارت فيلر. لو عايز تعرف زياده انا شرحها في الديجوكسن ممكن ترجع له وهيبقى احسن برضو عشان تفهمه بصوره احسن. لكن انا بصراحه شايفه ان مفيش داعي ان انا اشرح اكتر من كده. انا عايزه بس اشرح حته الايه الهايبر تنشن بتاعه الاورطه دي. طيب هو بقى بيعمل ايه؟ بصوا هنشرح الميكانيزم في اكشن الاول وبعدها هنفهم الاكشن بتاعه. هو بقى بيعمل ايه البرو انسوسيانيدين ده؟ البرو انسوسيانيدين دي بتعمل دايليتيشن بتعمل دايليتيشن لايه بقى؟ للفيزلز. يبقى هي بتروح للارتريز وبتروح للفينز وبتعمل لها دايليتيشن. فلما تعمل دايليتيشن هتقلل البريشر، ولما تقلل البريشر بالتالي القلب هيقدر يضخ بكميه كويسه، وبالتالي هقدر اعالج الهارت فيلر. ده الميكانيزم بتاعها بمنتهى البساطه. انا اتشقلبت في الكل يعني، انا فتحت الفارماكوبيا يعني، انا وصلت فتحت الفارماكوبيا عشان ادور على ميكانيزم تاني ليها، ما لقيتش ميكانيزم واضح غير الميكانيزم ده، ان هي بتعمل دايليتيشن للفيزلز دي عن طريق ان هي بتروح للكوليسترول بتقفل الريسبتورز بتاعته، فبتخلي الكوليسترول يهدى خالص يعني يبقى كميته قليله جدا، فبالتالي بيحصل فازو دايليتيشن وهكذا. فهي بتعمل فازو دايليتيشن افكت، ان هي بتوسع الفيزلز دي، بتوسع الارتريز، بتوسع الفينز وهكذا، وبالتالي الدم هيقدر يتضخ بصوره احسن، وبالتالي هتزود هتعمل ايه انكريز مايوكارديال كونتراكتيليتي، هتقدر تزود الايه الكونتراكشن بتاعها، فبالتالي هتبقى بوزيتيف اينوتروبيك. قلنا اينوتروبيك دي قلناها في الجوكسن يعني القوه او الكونتراكتيليتي بتاعه المسلز. فطالما هي بوزيتيف اينوتروبيك ده معناه ان هي هتزود الكونتراكتيليتي بتاعه المسلز. وخد بالك ان الميكانيزم بتاعها ما اشتغلش على الكالسيوم، الديجوكسين كان بيشتغل على الكالسيوم، الديجوكسين كان بيزود الاكسكريشن، كان بيزود التصنيع بتاع الكالسيوم او كان بيزود الكالسيوم عامه يعني، فكان بيزود الكونتراكتيليتي. ده مش كده، ده بيعمل دايليتيشن بس على حسب ما دورت، يعني حسب ما دورت ما لقيتش اي تاثير على الكالسيوم. فهي ليها بوزيتيف ايه بوزيتيف اينوتروبيك افكت. تمام كده ادي اول حاجه. 2 انكريزز كورونري بلاد فلو. بص كده ركز معايا، هو القلب وظيفته ايه؟ والله حضرتك القلب ده بياخد الدم من الجسم كله ويضخه ويوديه بقى للرئه، اللي هي الدوره اللي احنا خدناها في الاناتومي دي، بياخد الدم ويودي الدم وغيره وغيره وغيره. طيب هو مش القلب ده اصلا هو عضو، يعني فيه خلايا يعني فيه سيلز، طب هو مش محتاج يتغذى ولا هو يعني من البطه الدايخه؟ ما هو كمان محتاج يتغذى. الشريان اللي بيغذي القلب، الشريان اللي بيدخل للقلب دم مؤكسج، الشريان اللي بيدخل القلب الاكل والميه والحاجات دي كلها اسمه كونري ارتري. ده شريان بيدخل للقلب الحاجات الكويسه اللي هو الشريان التاجي. كونري ارتري ده اللي هو الشريان التاجي، هو ده اللي بيدخل للقلب الحاجات الحلوه. خلاص كده. ساعات ممكن يترسب عليه كوليسترول، وساعات ممكن يحصل له سكليروزس يعني يضيق بسبب ترسيب الكوليسترول زي ما قلت لك. في الحاله دي بيحصل انجينا بيكتورس، او من اهم اسباب الانجينا بيكتورس او الذبحه الصدريه ترسيب الكوليسترول على الايه على الشريان ده، على اللي هو الكورونري ارتري. ده بيبقى بسبب الكوليسترول اللي مترسب عليه اللي هيعمله في الاخر سكليروزس. تمام كده. طيب فبما انه البرو انسوسيانيدين بتشتغل على الفيزلز وبتعمل لها دايليتيشن يعني بتوسعها، فبالتالي هتوسع ايه؟ هتوسع الشريان ده. يعني لو جينا مثلا شفنا الافكت بتاعها بالمنظر ده على الشريان اهو، بص كده اهو، لو جيت كده بصيت هتلاقي هنا في ايه؟ في سكليروزس. بص كده هتلاقي ايه؟ شايفه ضيق ازاي؟ شايف التجويف اليومن بتاع الفيزل ضيق ازاي؟ لكن بص هنا بقى واسع ازاي؟ ليه؟ عملت له فازو دايليشن. تمام؟ فبالتالي اقدر استخدمه برضو في علاج الانجينا بيكتورس. بس الانجينا بيكتورس دي ليها اسباب كتيره جدا وليها مشاكل كتيره جدا، فهي مش بتتعالج بالسهوله دي. بس اللي احنا نقدر نقوله ان هي انكريزز كونري بلاد فلو. ليه؟ لان هي بتعمل دايليتيشن للفيزل ده، فبالتالي هتقدر تزود البلاد فلو. تمام كده. طيب النقطه اللي بعدها اللي مستحيل اشرحها هي الانتي اريزميا. يعني ايه بس اريزميا؟ اريزميا دي يعني رعشه في القلب، القلب عنده ضرباته غير منتظمه، ممكن يبقى برادي او تاكي، مش هتفرق اذا كان بطيء او سريع، المهم ان النبض بتاعه غير منتظم بالمره. فهو بيشتغل كانتي اريزميا، يعني ايه؟ بيظبط نبض القلب. طب ممكن تشرحيها؟ ابدا والله، لو طبقت صباع على الارض ما هشرحها. ليه؟ عشان الانتي اريزميا دي حوار لوحده،
ومفيش اي داعي ان انا ادخل في تفاصيلها خالص. تمام، يعني الكونجست هارت فيلر مثلا شرحته الترم الاول لان كان مهم وكان هيفهمك التجوكسن دي، انا لو شرحتها مش مهمه، فانت بس احفظها كده لان هي حوار لوحده. تمام، واخر طبعا النقطه اللي هي الايه، اللي هي فازو دايليتنج افكت. طيب كده احنا شرحنا الميكانيزم، خلينا نقرا الميديسنال يوزز. سبورتيف تريتمنت اوف كرونيك كونجستيف هارت فيلر، خلاص فهمناها، هو بيقدر يعالج الكونجستيف هارت فيلر. الستيج 1 و 2، هو الكونجستيف هارت فيلر عباره عن 3 ستيجز، 1 و 2 و 3، اخطر واحده اللي هي 3 دي. انت بتوصل لمرحله ان انت مش قادر تتحرك، لان انت لو اتحركت حرفيا مش هتبقى قادر تاخد نفسك، لان انت طبعا هيبقى عندك بالمونري إديمة جامده جدا على الرئه لو تفتكرها خدناها في الجوكسن. ومهم يعني ان انت هتبقى وصلت لمرحله متاخره جدا. فهو الـ اسمه ايه ده، البرو انسوسيادين دي بتشتغل على ستيج 1 وستيج 2، اللي هي زي ما تقول هي حاجه على قدها، فاهم قصدي ايه؟ طيب الحاجه الثانيه سبورتيف تريتمنت اوف هايبرتنشن اند ارتيريوسكليروزس، هي بتقلل الهايبرتنشن وفي نفس الوقت بتقدر تعالج الارتيريوسكليروزس. ازاي؟ قلنا بتعمل كده عن طريق تو ميكانيزمين، الميكانيزم او عن طريق حاجتين. اول حاجه عن طريق ان هي بتعمل دايليشن للايه، بتعمل دايليتيشن للفيزلز. بتعمل دايليتيشن للفيزلز ازاي؟ ان هي بتروح للريسبتورز بتاعه الكوليسترول وبتقفلها، حاجه زي كده تقريبا. المهم ان هي بتقلل كميه الكوليسترول اللي موجوده، فبالتالي هتقدر تعالج الهايبرتنشن وبالتالي هتقدر تعالج الارتيريو ايه سكليروزس. طيب مش احنا اخذنا قبل كده حاجه كانت بتعالج الهايبرتنشن؟ هو مين؟ الكركديم. علشان كده في شاي منتشر لو في الصوره اللي تحت ده، الشاي ده بيبقى عباره عن الزعرور ده ومعاه ايه، معاه هيبسكس او الكركديه، بيبقوا محطوطين مع بعض كده عشان يقدروا يقللوا الايه الهايبرتنشن شويه. النقطه الثالثه اللي هي يوزد ان انكزايتي اند انسوميا، لما في شخص بيفكر كتير جدا وبيبقى طول الوقت متوتر وغيره، ده بيأثر على عضلات قلبه، والعكس لما يبقى القلب تعبان ده ساعات بيأثر على المخ. فبما ان انا قدرت احسن القلب واحسن الديزيز بتاعته، ده هيأثر على الحاله النفسيه شويه وده هيقلل شويه الانكزايتي والانسوميا. زائد كمان ان هو بيأثر على النيورنز او بيأثر على الاعصاب او النيورنز بشكل ما فهمتش الميكانيزم بتاعه قوي للامانه، لان هو ما كانش واضح. البلانت ده اصلا كان رخم جدا وما كانش واضح فيه اي حاجه، بس اللي الدكتور قالته وفهمته منها ان انا لما بحسن الديزيز بتاعه الهارت فبالتالي هقدر اقلل شويه النيرفز ده، هقدر اقلل الموضوع ده شويه، وبالتالي هستخدم في علاج الانكزايتي والانسوميا. والميديسنال يوز ده مش مهم ابدا خالص، انت المهم ان انت تحفظه، اللي هي سبورتيف تريتمنت اوف كرونيك ديجستيف كرونيك كونجستيف هارت فيلر، والتريتمنت اوف هايبرتنشن اند ارتيريوسكليروزس، ده اهم حاجه تعرفها. طيب كده احنا خلصنا الزعروره. بعد الزعرور بقى هنخش على اللي بعده، اللي هو الايه، اللي هو السو بالميتو. بالميتو دي اللي هي ايه، اللي هي البالم، البالم اللي هو النخيل. طيب امال ايه التو دي، ايه بالميتو دي؟ بالميتو دي اللي هي تصغير للنخيل. يعني ايه؟ يعني نخله بس صغنونه، مش نخله كبيره، لا دي نخله صغيره كده، عشان بس حتى تشوف شكلها تلاقي النخله دي صغنونه خالص، فعشان كده اسمه سو ايه، سو بالميتو. طيب طالما هو من نخيل، ايه الحاجات اللي درسناها فيها نخله؟ البلح او الديت. طيب الديت ده كان ايه، يعني ايه التايبس بتاعه من الفروتس؟ كان يا لهوي نسيت، يا خراشي يا لهوي، لا استنى نسيته. المهم يعني ان هو شبه لما افتكره، طيب نو كان شبه كان ساكولنت، افتكرت كان ساكولنت. البلح كان ايه؟ كان ساكولنت. ما تقولش انديهيسنت، اصل انديهيسنت هيبقى انديهيسنت ازاي يا بابا وهو ساكولنت؟ هو ايه؟ كان ساكولنت. تمام كده، فالسوبر ميتو نفس الفكره برضو، السوبر ميتو هو ايه؟ هو ساكولنت، خلاص كده. فهو عباره عن درايد فروت اوف ايه بقى، سيرانو ريبنز، سيرانو ريبنز. فاميلي ايه؟ فاميلي اريسي. احفظ الفاميلي، الاسم ما اعتقدش مهم بصراحه، بس هي فاميلي اريسي هي دي المهمه يعني. وده هيبقى شبه البلح في حاجات كتيره. طيب اسمه ايه بالعربي؟ ثمار البلميت المنشاري. حسب الله ونعم الوكيل، يعني انا والله ما اقول غير حسب الله ونعم الوكيل. طيب الديسكريبشن هي عباره عن ايه؟ عباره عن وان سيدد دروب. يعني ايه وان سيدد دروب؟ يعني ايه دروب دي اصلا؟ احنا قلنا ان نوع السوبر ميتو ده ايه، ترو ولا ساكولنت؟ دراي قصدي ولا ساكولنت؟ لا هو مش دراي، هو كان ايه؟ هو كان ساكولنت. ساكولنت يعني ايه؟ يعني كان البيريكارب بتاعه فليشي، البيريكارب بتاعه كان جوسي، كان فيه عصاره، خلاص كده. قلنا وقتها البيريكارب لما يبقى فليشي او يبقى جوسي او يبقى ساكولنت، يعني بنقسمه لحاجتين، اما لدروب او للبيري. قلنا دروب او بيري على حسب ايه؟ على حسب طبقه الاندوكارب اللي موجوده. لو طبقه الاندوكارب اللي موجوده خشنه جدا او وودي حجريه كده، يبقى دي الدروب. فده معناه ان طبقه الاندوكارب اللي موجوده جوه السوبر ميتو هنا ايه، هنا دروب. وان سيدد يعني كل فروت فيها سيد واحده، خلاص كده. طيب بس ما اعتقدش ان في يعني حاجه تانية.
الميجر اكتف كونستيتوينتس بتاعته هي ايه؟ هي عباره عن فري فاتي اسيدز خلاص كده، زي الاوليك والليوريك واللينيوليك اسيدز خلاص كده، وفي كمان الستيرولز. الستيرولز زي البيتا سيستوستيرولز خلاص. انت هتحفظهم الفري فاتي اسيدز والليوريك اللي هو اللي بالاحمر ده والبيتا سيستوستيرولز، ده مهمين عشان الميكانيزم. ايه الميكانيزم بتاعه؟ طيب الميديسينال يوزز بتاعته بيعمل ايه؟ بيعمل تريتمنت اوف بيناين بروستيت هايبربلازيا. طيب يعني ايه بقى الكلام ده؟ ركز معايا عشان نقدر نفهم سوا والموضوع ان شاء الله يعني ايه يبقى بسيط. مبدئيا بس انا عايزه اقول حاجه، الموضوع ده يا جماعه لحد دلوقتي ملوش اسباب واضحه، يعني حته الهايبربلازيا بتاعه البروستات ملهاش اسباب واضحه لحد دلوقتي، ولكن السبب اللي لحد دلوقتي متعارف عليه هي لخبطه هرمونات. في ناس قال ان نسبه الاستروجين بتزيد. ايه بس بتزيد؟ نسبه الاستروجين بتزيد تمام كده. طبعا دي بتزيد مع الكبر، يعني كل ما السن بيكبر، الراجل ده مثلا يوصل ل 50 سنه 80 سنه كل ما بيبقى عرضه اكتر للهايبربلازيا بتاعه البروستيت. ده بسبب ايه؟ بسبب نقص التستوستيرون او تغير في التستوستيرون وزياده في الايه، في الاستروجين. ده لحد دلوقتي السبب المتعارف عليه للهايبر بلازيا. طبعا بعيدا عن الكانسر، يعني خد بالك ان السوبر ميتو ده ما يعالجش ابدا 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 البروستاتيك كانسر، لا هو يعالج الهايبربلازيا. ليه؟ لان هو هيشتغل على الهرمونز وهيشتغل على ريسبتورز الهرمونز، وهتشوف دلوقتي الميكانيزم بتاعه. فما تجيش تقول لي كانسر ابدا، لو قال لك بروستاتيك كانسر غلط، هو بيشتغل على البروستاتيك ايه، هايبربلازيا تمام. طيب نخش كده في الصوره اللي على الشمال دي اللي هي الايه، اللي هي النورمال. هلاقي ان انا عندي اليوريثرا. اليوريثرا ده اللي هو الايه، ده اللي هو بيمشي فيه البول تمام كده، الا ابتدي بعد كده اخرجه عن طريق الايه، عن طريق اللي هو الجسم، يعني اخرجه بره الجسم تمام. فهو ده اليوريثر اللي بيمشي فيه البول. هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان البروستات موجوده هنا اهي على شكل قلب كده، حوالين الايه، حوالين اليوريثرا تمام كده. طيب اللي بيحصل ايه؟ بيحصل شويه لخبطه في الهرمونات، في الاستروجين والحاجات دي، وبيتكون لي كومبلكس. الكومبلكس ده بيضخم حجم السيلز، فلما السيلز حجمها تكبر بيعمل لي اللارجمنت للسيلز، فبنسميها هايبربلازيا. زي ما انت شايف، بص بقى شكل السيلز بقى او شكل البروستاتا بقى عامل ازاي، بقى ضخم ازاي. فده طبعا ضغط على الايه، على اليوريثرا. لو جيت بصيت على اليوريثرا هنا كده هتلاقيه واسع جدا، ولو جيت بصيت عليه هنا هتلاقيه ايه، هتلاقيه بقى ضيق خالص. طب هو اليوريثرا ده بيعمل ايه؟ مش ده اللي بيوصل البول وينزله بره الجسم؟ ده معناه ان انا لما يحصل للراجل يحصل له هايبربلازيا، يحصل له بروستاتيك هايبربلازيا، ده معناه ان هو هيقدر يدخل الحمام بسهوله؟ لا، ده هيتوجع جامد 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 وهو داخل الحمام، فيحصل له حاجه اسمها ديسيوريا. ديسيوريا يعني ايه؟ يعني هيتبول بصعوبه جدا خلاص كده. يبقى تاني نقول تاني كده اللي مكتوب، الميديسينال يوزز بتاعها او بتستخدم في علاج ايه؟ بتستخدم في علاج البناين بروستيت هايبربلازيا. يعني ايه البناين بروستيت هايبربلازيا؟ ده عباره عن تضخم فين؟ في السيلز بتاعه البروستاتا. وخد بالك من حاجه، الله يسترك، الهايبربلازيا هو تضخم في حجم السيلز اللي موجوده في البروستاتا، انما الكانسر هو تضخم في عدد السيلز اللي موجوده عند البروستاتا. يعني البروستاتا عدد السيلز اللي فيها بتزيد، لكن الهايبربلازيا هو الحجم بتاع السيلز هو اللي بيزيد. حجم السيلز بيزيد ليه؟ بيزيد لان الهرمونز بتكون كومبلكس، الكومبلكس ده بيكبر في حجم السيل، وهتشوف دلوقتي في الميكانيزم خلاص كده. يعني هي بتعالج الموضوع ده، بتعالجه ازاي هنشوف دلوقتي، بس انا عايزه افهمك المرض يعني تمام. طيب البناين بروستيت هايبربلازيا ده الاختصار بتاعه اللي هو بي بي اتش، البي اختصار لبناين، البي الثانيه بروستيت، والاتش اللي هي الهايبربلازيا. بيصاحبها ايه بقى؟ لو انا مش انا طبعا، لو شخص يعني عنده هايبربلازيا في البروستيت ده هيبقى عنده ايه؟ حاجه اسمها النكتوريا. النكتوريا دي يعني ايه؟ نايت يورنيشن، يعني ايه؟ هيبقى تقريبا عنده تبول ارادي بالليل، يعني هيجي بالليل هيتبول على نفسه. طيب وهيبقى عنده ايه؟ عنده بوليوريا. البوليوريا هي دي سبب النكتوريا. يعني ايه الكلام ده؟ انت قاعد طول اليوم، انت صحيت الصبح قاعد طول اليوم هتتجنن وتخش الحمام، مش عارف من كتر الوجع، لان البروستاتا ضغط على اليوريثرا، فبالتالي البول بقى محبوس او اليوريا بقت محبوسه جوه اليوريثرا خلاص كده، فكونت لي حاجه اسمها بوليوريا تمام. لما حضرتك بقى هتيجي تنام، حجم البول هيزيد جدا او عدد كميه البول هتزيد جدا، فحضرتك وانت نايم هتروح ايه، مظبط الدنيا، فده هتسبب لي ايه؟ النكتوريا. يبقى انت دلوقتي هيبقى عندك ثلاث مشاكل. نكتوريا يعني ايه؟ يعني نايت يورنيشن. ديسيوريا يعني ايه؟ يعني هيبقى عندك مشكله جدا في التبول بسبب الوجع. والحاجه اللي بعد كده هي ايه؟ هي البوليوريا. طيب الحاجه اللي بعد كده هيحصل انفلاميشن، ده اكيد حضرتك. البوليوريا دي يعني اليوريا ده اصلا بكتيريا واسيدز وبلاوي سودا، فاهم قصدي؟ فبالتالي طالما انت عندك
يوريا وعندك اسيدز وعندك بكتيريا وعندك سموم موجوده في اليوريا ومحبوسه كل ده في اليوريثرا، كل الحاجات دي هتعمل لي انفلاميشن، صح ولا مش صح؟ تمام. طيب سيبك من ده، ده هقوله بعد ما اخلص الميكانيزم. تمام. طيب الميكانيزم بقى اوف اكشن، ركز معايا بقى كويس عشان نعرف ايه نشرح الميكانيزم اوف اكشن. بص مبدئيا انا قلت لك ان انا دي اسمها ايه، اسمها هايبربلازيا او هايبربلازيا. الهايبربلازيا دي يعني ايه؟ قلت لك يعني حجم السيلز نفسه هو اللي بيزيد مش عددها. لو عددها يبقى انا كده بوصل فين؟ لكانسر، صح ولا مش صح؟ طيب خلينا نشرح الموضوع. اولا كده ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا عندي حاجه اسمها تستوستيرون. ايه التستوستيرون ده؟ ده السكس هرمونز للميلز. تمام كده. طيب بيدخل في البروستاتا. طبعا احنا عارفين اصلا ان البروستاتا دي هي عضو، مش عضو ليه علاقه بالتبول بس، ده عضو جنسي كمان او ليه علاقه بالسكس، بالسكس اورجانز. خلاص كده. فهو التستوستيرون بيخش جواه. اللي بيحصل ان التستوستيرون لما بيخش جواه بيتحول لحاجه اسمها داي هيدرو استرون. داي هيدرو استرون تاني بيتحول لحاجه اسمها داي هيدرو استرون. طيب بيتحول ازاي؟ بيتحول عن طريق انزيم اسمه 5 الفا ريدكتيز. تاني في انزيم عندنا اسمه 5 الفا ريدكتيز. ال 5 الفا ريدكتيز ده موجود جوه فيه، موجود جوه البروستاتا. فاللي بيحصل ان التستوستيرون لما يجي يدخل البروستاتا بيحصل تحول ليه، بيتغير عن طريق الانزيم اللي اسمه 5 الفا ريدكتيز. تقريبا بقى بيعمل له ريدكشن تقريبا، او مش عارفه بقى بيعمل ايه، بس المهم تقريبا بيعمل له ريدكشن. المهم ان هو بيغير في الايه، في الاستراكشر بتاعه، بيكسر الباي بوند اللي موجوده فيه. خلاص كده. ويحوله داي هيدرو تستوستيرون. الداي هيدرو تستوستيرون ده ليه علامه، العلامه دي مطابقه لريسبتور معين. تاني يعني انا عندي ريسبتورز موجوده جوه البروستيت، الريسبتورز اللي موجوده جوه البروستيت دي هيروح الداي هيدرو تستوستيرون ده، او الداي هيدرو، ايوه الداي هيدرو تستوستيرون ده هيروح يمسك فيها. خلاص كده. وبالتالي هيتكون لي كومبلكس بالمصدر بالمنظر ده، عباره عن الريسبتور بي ال اي بالداي هيدرو تستوستيرون. الكومبلكس ده حجمه كبير فهيعمل لي تضخم في الايه، في السيلز. نعيد تاني، نعيد تاني من الاول خالص. الميكانيزم عباره عن ايه؟ عباره عن ان التستوستيرون بيخش جوه ال البروستاتا، بيحصل له ايه؟ بيحصل ان ال 5 الفا ريدكتيز بيحول له الداي هيدرو تستوستيرون. خلاص كده. بعد كده بيروح يحصل بايندنج لاندروجين ريسبتور. ايه ريسبتور؟ يعني في ريسبتور موجود، الريسبتور ده هيمسك فيه الداي هيدرو تستوستيرون. لما هيمسك فيه هيتكون لي كومبلكس اسمه 5 الفا داي هيدرو تستوستيرون اندروجين ريسبتور. خلاص كده. الكومبلكس ده حجمه كبير، هو ده اللي هيبقى سبب في الايه، في التضخم بتاع البروستاتا. تمام كده. ده الميكانيزم بتاع الايه، بتاع الهايبربلازيا. طب انا دلوقتي عايزه ادي حاجه تمنع الهايبربلازيا دي، هعمل ايه؟ اول حاجه هدي حاجه تعمل انهيبيتيشن للانزيم ده بمنتهى البساطه. خلاص كده. تعمل انهيبيتيشن للانزيم ده، توقفه، فبالتالي التستوستيرون هيخش جوه البروستاتا عادي، مفيش اي مشكله خالص، ولا هعمل اي حاجه، ولا بقى هيحصل له ريدكتيز ولا بتنجانديز ولا هيحصل له اي حاجه ولا اي حاجه. فانا هعمل ايه؟ هعمل انهيبيتيشن فيه. ادي اول ميكانيزم. الميكانيزم الثاني ان انا همنع ان الريسبتور ده يمسك في الايه، يمسك فيها. هشتغل كايه؟ لو جدع تقولها، برافو عليك اللي انت ما قلتهاش، انتاجونست. لو تفتكر في السولانيسي الكالويدز اللي قلتها الترم الاول، قلت لك حاجه عندنا حاجه اسمها اجونست وانتاجونست. قلت لك الحاجه الاجونست دي عباره عن كومباوند بيمسك في الريسبتكل، الريسبتكل ايه، بيمسك في الريسبتكل وبيعمل له اكتيفيشن. تمام. طيب قلت لك انتاجونست دي هي حاجه بتمسك في الريسبتور. خلاص كده. ولما بتمسك فيه لا بتعمل اكتيفيشن ولا بتعمل انهيبيتيشن، امال هي بتعمل ايه؟ بتعمل بلوك، بتقفله. فبالتالي الماده الاساسيه لما تيجي تروح للريسبتور ما تعرفش. يعني مثلا انا قاعده في محاضره، المحاضره دي فيها 10 كراسي، خلاص كده، وفي 9 افراد قاعدين، وفي كرسي، الكرسي ده بتاع محمد. خلاص كده. انا دلوقتي عيله رخمه ومش عايزه محمد يروح يقعد على الكرسي بتاعه، فهروح انا اقعد مكانه. انا اصلا مش بفهم حاجه من الدكتور ولا فاهم حاجه من المحاضره، بس انا رايحه برخم، رايحه قاعده على الكرسي عشان ما اقعدش محمد. هو ده الانتاجونست، ان انا هروح اقعد على الريسبتور، همسك في الريسبتور. فبالتالي الماده الاساسيه اللي هي المفروض الفا داي، المفروض اللي هي داي هيدرو تستوستيرون تمسك في الريسبتور، هي المفروض تعمل كده، تمسك في الريسبتور. فانا هدي ماده، الماده دي اللي هي الماده الفعاله بتاعت السوبر ميتو دي، هخليها تمسك كانتاجونست للريسبتور، للريسبتور. فبالتالي هتمنع الداي هيدرو تستوستيرون تمسك فيه وتكون لي الايه، تكون لي الكومبلكس.
يبقى دول الميكانيزمين اللي بتشتغل بيها. اول حاجه بتعمل انهيبيتنج للبايندنج بتاع الادروجين للريسبتور ويسميناها ايه، سميناها انتاجونست. وكمان بتمنع ان يحصل سينثيسز للداي هيدروتستوستيرون، يعني بتمنع تصنيع الداي هيدروتستوستيرون. بتمنع تصنيعه ازاي؟ عن طريق انها بتعمل انهيبيتيشن للايه، للانزيم اللي موجود اللي هو 5 الفا ريدكتيز. خلاص كده. طيب مين المواد الفعاله المسؤوله عن حاجه زي دي؟ هي طبعا الفاتي اسيدز اللي هو بالاخص اليوريك ايه، اليوريك اسيدز. تمام كده. وليها افكت تاني اللي هي بتشتغل كانتي ايه، انتي انفلاماتوري افكت. تمام كده. طيب بالنسبه بس للميديسن اليوز ده اللي هو بيقول ايه، بيقول لي انا اقدر استخدمها اكسترنالي عشان اقدر اعمل امبروف للهير جروث. ده بيحصل ازاي؟ بصوا يا شباب، لما الشخص ده بيبقى عنده تستوستيرون عالي بيبقى الشخص ده اصلع اكتر. يعني كل ما الشخص بقى عنده تستوستيرون اكتر كل ما الشخص ده شعره بيقع اكتر. تمام. فاللي بيحصل ان الماده الفعاله اللي موجوده هنا اللي هي اليوريك اسيد والحاجات دي بتعمل مشاكل في التستوستيرون. هي بتدخله جوه البروستاتا. خلاص كده. وبس ما بتعملش فيه اي تعديل، يعني هي ما بتغيرش فيه الاستراكشر بتاعه، بس هي بتدخله جوه البروستاتا، فنسبه التستوستيرون في الدم بتقل. تمام. فاللي بيحصل ايه، اللي بيحصل ان التستوستيرون بيقل لما هي بتدخل بسبب الماده الفعاله. فاللي بيحصل ان انا بقدر احافظ على الشعر من الايه، من الالوبيشيا. الالوبيشيا اللي هي الايه، اللي هي التعلبه. خلاص كده. ده كده بالنسبه للايه، للسو ثرونز كده احنا خلصناه، اللي هو السو بالمتو. احنا كده اتكلمنا عن الميلك سيستل والهوثورن والسو بالمتو اللي هم ايه الثلاثه دول. نخش بقى على مين، على الكابسكم او ثمر الشطه. طيب هو عباره عن ايه، عباره عن دراي ترايب فروت اوف كابسكم انم او مينيمم. احفظ ايه، هتحفظ طبعا كابسكم بس. عيلة مين؟ اللهم صل على النبي، عيلة سولانيسي، عيلة جميلة اللي طلعت عين اهالينا الترم اللي فات. عيلة سولانيسي طبعا، العيلة الجميلة الكيوتة دي، هو من عيلة سولانيسي. طيب طالما انا جبت سيرة عيلة سولانيسي لازم تفهم حاجة مهمة جدا، ان عيلة سولانيسي دايما دايما بيبقى فيه ريمينز للكيلكس، يعني دايما بيبقى فيه مجموعة كيلكس او حاجات كده بتبقى موجودة، ريمينز موجودة عندها للكيلكس والبيتاسل. تمام. نرى بقى الديسكريبشن بتاعها، هي عباره عن فروتس بيري يلويش اورنج، شكلها يعني ملون. طب طالما هي ملون يبقى هي فيها ايه، فيها فلافونويدز. طيب كمان او فيها حاجات انتي اوكسيدنت يعني. المهم وفيها كمان ريمينز من ايه، ريمينز من الكيلكس والبيدسل. بس هنا دي معلومات مش مهمه تقريبا، هي دي المعلومه اللي مهمه قوي. السيت بتاعتها اتاتشت بايه، اتاتشت بحاجه اسمها الديسب يا لهوي انت انا متدرب عليها 20 مره قبل ما اقراها. الديسبمنت ايوه صح، حاجه اسمها الديسبمنت. ايه الديسبمنت ده؟ فاكر البلاسنتيشن اللي كانت موجوده واللي بيبتدي يترتب عليها اللي هي السيت، يعني مثلا لو جينا رسمناها هنا كده بالمنظر ده اهي، وادي هنا بقى السيت تترتب عليها هنا كده، دي البلاسنتا. البلاسنتا اللي هو الخط الطويل ده، دي البلاسنتا. البلاسنتا في الكابسكم بسميها ديسبمنت. يبقى ايه الديسبمنت ده؟ دي البلاسنتا اللي بيترتب عليها السيدز، بس هي فرق ان انا غيرت اسمها لما بقت في الكابسكم، سميتها ايه، سميتها ديسبمنت. طيب الكاركترستيك اودر بتاعته ان هي طبعا اكستريملي بانجت، مش محتاجه فقاقه يعني. الميجر كونستيتوينتس، اول حاجه بانجت برينسيبلز. بانجت برينسيبلز زي الايه، زي الكابسكينويدز. الكابسكينويدز دي نوع من الاكتيف كونستيتوينتس، ما اسمها كابسكينويدز. تمام. اويدز دي معناها ان هي ايه، معناها ان هي فلافونويدز، يعني طالما في اويدز اختصار كده في الاخر تبقى هي ايه، ان هي فلافونويدز. فلافونويدز يبقى ايه، يبقى انتي اوكسيدنت. زي ايه، زي الكابسين. الكابسين ده موجود فين، موجود عند الديسبمنت. تاني احنا عندنا الديسبمنت دي لو جيت بصيت عليها اللي هي البلاسينتا اللي موجوده دي، لو جيت حللتها هلاقي ان الاكتيف كونستيتوينتس اللي هي الكابسين ده هلاقيه متركز قوي على فين، على الديسبمنت. خلاص كده. بعد كده في عندنا الكالورينج بيجمنت اللي هو ايه، اللي هو الكارتينويدز. الكارتينويدز دي لو تفتكر كانت موجوده فين، كانت موجوده في الفلاورز، في الكالنديولا تقريبا. وقلنا ان هي تعتبر البري كيرسر لفيتامين اي، يعني دي بعد كده لما تكبر كده وتبقى جميله هتتحول لفيتامين اي. خلاص كده. الكارتينويدز ده زي ايه، زي الكابسانسين. في طبعا فيكس تقول يبقى الاكتيف كونستيتوينتس لحد دلوقتي هي ايه، هي البانجت برينسيبلز، زي الكابسينويدز. الكابسينويدز دي عباره عن ايه، عباره عن فلافونويدز. والكابسين زي الكابسين مثلا اللي هو بيبقى موجود فين، في الديسبمنت. وفي كالرنج بيجمنت زي الكارتينويدز زي الكابسين. طيب هنبتدي بالميكانيزم الاول وبعد كده نرجع للايه، للميديسينال يوز. طيب مبدئيا اغلب عيله
سولانيسي بتستخدم كمخدر، وده طبعا احنا فاكرينه كويس قوي من فعاليه سولانيسي الكالويدز. لما كنا بنشرح الكالويدز اللي هي بتاعه الهيوسين والهيوسامين والاتروبين والحاجات دي، اغلبها كلها كانت بتشتغل كمخدر. فهنا ده برده بيشتغل كايه؟ بيشتغل كمخدر. طيب مخدر ازاي بقى؟ ركز معايا دلوقتي. انا عندي واقفه بطبخ مثلا ولا بعمل حاجه، المهم ايدي اتلسعت. اللسعه دي حصلت ازاي؟ في عندي سنسوريز، او انا عندي سنسوري نيرفز، عندي نيرفز سنسوري مسؤوله ان هي بتاخد الحاجه اللي انا عملتها وتوديها للمخ. يعني انا مسكت حاجه ساقعه، انا بحس بالسقعه بتاعتها بسبب السنسوري نيرف. لمست حاجه سخنه، اللي بحس بيها هي السنسوري نيرف. تمام كده؟ ليه او ازاي السنسوري نيرف دي بتعمل ريليز لحاجه اسمها سبستانس بي؟ تمام. يعني في ماده، الماده دي اسمها السبستانس بي. السبستانس بي دي هي دي اللي بتحسسني بالالم. انا دلوقتي اتلسعت، اتعورت، في شوكه دخلت في ايدي، في مش عارف ايه، بحس بالالم، بحس بالوجع. الوجع ده ليه؟ ده بسبب ان السنسوري نيرفز بتفرز ماده اسمها سبستانس بي. السبستانس بي هي دي اللي بتعمل لي البين، هي دي اللي بتروح للمخ تقول له الحق ده في وجع هنا، شيل ايدك على طول. فاللي بيحصل ايه بقى؟ ان الماده الفعاله بتاعه الكابسكم اللي هي الكابسين، الكابسين دي اللي هي انهي، اللي هي جايه من الكابسينويدز، اللي هي كانت من الفلافونويدز، اللي هي كانت بانجت، مش الكالر، لا دي كانت البانجت. خلاص كده هي دي بتشتغل كايه؟ بتروح عند السبستانس بي دي وتعمل لها ديستروي، بتكسر الماده دي، بتكسر السبستانس بي دي، بتكسرها. فبالتالي انا لو اتلسعت مثلا او حاجه هحس بالوجع ده، مش هحس بيه. ليه؟ لان الماده اللي المفروض كانت بتتفرز اللي هي السبستانس بي، اللي المفروض كانت بتحسسني بالالم، انا دمرتها، انا كسرتها، فبالتالي انا مش هحس بيها. خلاص كده، ده الميكانيزم بتاعه بمنتهى البساطه. وبالتالي هستخدمها كمسكن لاي الم موجوده في جسمي. خد بالك ان انا مش بستخدمها في علاج حاجه، انا مش بستخدمها في علاج، انا بستخدمها كمسكن. فالميديسنال يوزز ايه؟ هتقولي يوز ان فورمز اوف كريمز او جيلز او بلاسترز. ممكن استخدمها على شكل كريم، ممكن استخدمها على شكل جل، او على شكل بلاستر. البلاستر اللي هي بتلزق في الظهر دي. تمام. طيب ليه بقى بستخدمها؟ تو ريليف روماتيك بين اند ارثرايتس، يعني الالم اللي بيبقى موجود جوه المفاصل وجوه العظام. وزي ما بقول لك انا ريليف بين، انا بشيل الالم بس مش بعالج. الحاجه الثانيه اللي هي اللومباجو بين. اللومباجو بين ده اللي هو الايه؟ اللي هو وجع موجود اسفل الظهر. خلاص كده، هنا كده زي اللي موجود في الصوره اللي تحت دي، ده الوجع اللي بيبقى موجود اسفل ايه؟ اسفل الظهر. ده برده بتقدر ان هي تعمل ريليف للبين ده، وكمان ريليف نيوروباثيك اند ماسل بين. ساعات بيحصل بين في المسلز بسبب النيورنز، وساعات النيورنز دي بيسموها الحزام الناري، بيحصل فيها الم وبيحصل فيها مشاكل. فهي برده بتستخدم في التسكين. ليه؟ لانها بتعمل ديستروي للسبستانس بي زي ما قلت لك، فبالتالي انت مش بتحس بالم ايه؟ بالم اي حاجه. طيب انترنالي، انترنالي بتعالج الديسببسيا. طيب ليه بتعالج الديسببسيا؟ بص، اي حاجه ليها بيتر بانجت، ليها بيتر برينسيبلز، او ليها بانجت برينسيبلز، بالذات البانجت، بالذات 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 البانجت دي، البانجت دي بتعمل ايه؟ بتعمل اريتيشن او انفلاميشن صغير جوه الجاسترو او جوه الاستومك. وزي ما حكيت لك في الفانل، قلت لك ان اي حاجه بتعمل انفلاميشن او اريتيشن للجاسترو دي هتعمل ايه؟ هتعمل سكريشنز للجوس، وسكريشنز للووتر، وفي نفس الوقت سكريشن للاتش سي ال، وبالتالي هقدر اعالج الايه؟ الديسببسيا. في حاجه كمان كانت موجوده في الميكانيزم، ان هو ايه؟ انكريز ذا بلاد فلو اوف ذا سكن. يعني ايه؟ انت لما بتاكل الفلفل الحامي عينك بتحمر ووشك بيحمر، ده لان هو بيزود ايه؟ بيزود البلاد فلو، او بنسميها كاونتر اريتانت، بيعمل اريتيشن، بيعمل التهاب شديد للجسم. السيفتي بتاعته ان انا طبعا طبعا مش هينفع استخدمه على بروكن سكن. ليه؟ لان هو اصلا اصلا يعني هو في انفلاميشن، بيعمل انفلاميشن، فانا ما ينفعش اعمل التهاب للحته دي. هي اصلا الجزء ده مجروح وهو اصلا انفلاميشن، او ليه افكت، يعني ليه انفلاماتوري افكت، فبالتالي مش هينفع استخدمه لان هو اصلا هيعمل انفلاميشن. تمام. والحاجه الثانيه، لو انا اصلا عندي هايبر سنسيتيفيتي اي اكتف كوليستيسونس عامه فيه، فبالتالي ما ينفعش ان انا ايه؟ استخدمه. طيب كده شباب، احنا خلصنا المحاضره الحمد لله. اشوفكم ان شاء الله في المحاضره الاخيره في الفروتس. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامه.